هذا ما تبقى من المركز الثقافي ومتحف ديار بكر بعد أن أضرم محتجون أكراد النار في أحد أقدم وأهم المباني الثقافية والتعليمية والسياحية في المدينة خلال تظاهرات التضامن مع كوباني عين العرب، المكان الذي كان يتعلم فيه عشرات الطلاب شتى أنواع الفنون والموسيقى أصبح رماداً، بينما المتحف أغلقته السلطات حفاظاً على ما تبقى فيه من الآثار إلى حين استتباب الأمن في المدينة. في البداية بدأت النار تلتهم المتحف الذي يقع خلف المركز الثقافي، ومن ثم امتدت إليه ألسنة اللهب والتهمته. حتى اللحظة قدرنا خسائر المركز وحده بأكثر من 100,000 ليرة تركية. مدينة ديار بكر التي شهدت على مدار الأيام الماضية تظاهرات تضامنية مع مدينة عين العرب كوباني، تعرض فيها كثير من المباني الحكومية والبنوك للحرق والتدمير من قبل بعض المتظاهرين، لتتكبد المدينة خسائر تقدر بمئات آلاف الدولارات. لم تقتصر الخسائر الناتجة عن أعمال العنف التي شهدتها احتجاجات الأكراد هنا على الممتلكات العامة والخاصة فحسب، بل إن القطاع التجاري أيضاً نال نصيبه من الخسائر. فهنا العم علي جان اشتكى لنا من آثار الاحتجاجات التي منعته من الخروج من بيته لكسب لقمة عيشه، ويقول علي جان إنه لم يستطع شراء رغيف خبز واحد لأسرته طيلة أيام الاحتجاجات لأنه يعتمد على ما يكسبه من رزق يومي من بيع الفواكه. كما تشاهدون الكل تضرر وأنا أكثر المتضررين، فعند حدوث التظاهرات تندثر بضاعتي تحت أرجل المتظاهرين وهذا يسبب لي خسارة، فبفعل ذلك تحرم أسرتي من رغيف الخبز. حال علي جان لا يختلف عن حال عشرات الباعة والتجار الأكراد في هذا السوق الذين اضطروا لإغلاق محالهم طيلة أيام حظر التجول بسبب الاشتباكات بين المحتجين والشرطة وأخرى مسلحة بين حزبين كرديين قتل خلالها أكثر من 10 أشخاص من أبناء المدينة، ويأمل أهل المدينة أن تنتهي الاحتجاجات وتعود الحياة لطبيعتها. مهران عيسى، سكاي نيوز عربية، ديار بكر.